انترناشونال. نحن اليوم بزحلي. زحلي انيبال زحلي اليوم عم يستقبل الحكمة. جيم جديد من بطولة لبنان XXL 2021-2022. الجيم زحلي مثل ما كلنا بنعرف كمان عم بحاشر ليضل ببطولة لبنان درجة أولى. هو متزيل الترتيب والحكمة طامح ليكون بالفاينل فور. خلينا نبلش حديث مع كوش غطاس. كيفك أول شيء؟ كيف هالبردات؟ لا منيحة مقبولة اليوم. مقبولة منا كتير عاطلة. ما رح يكون عندهم ادفانتج اذا فينا نقول انيبال من هالوضع, لانه اللعيبه اللي بيقعدوا برا بيكونوا باردين عبال ما يفوتوا على الجيم بيرجعوا. ما لازم ايه؟ لا ما لازم. طيب اللي على الماتش اليوم مرتاحين على الماتش؟ جايين الانيبال ما ربحانين بعد ولا جيم, يعني هين الجيم. مش هين, نحن عندنا احترام لكل الفرق. انت بتعرف فريق انيبال بعرف وضعه منه منيح بالترتيب, مش ربحان ولا مباراه, بس اكيد رح يقتلوا. نحن جايين نعمل اللي علينا, يعني ممنوع نعمل فوق بوا نخسر هيك مباراة, لأنه بتعرف جينا سريع 3-4 جيمات ورا بعضهم كتير هوية. جايين نلعب, عم نتحضر للجيمات الجاية. أنيبال مثل ما قلت لك قبل يمكن مستواهم يمكن شوي بعده بآخر الترتيب, يعني هن والهومنتمن عم بيكونوا أعطى الفريقين إذا فينا. مزبوط, بعد ما توفوا بتمنى. لا اليوم جايين عادي بدنا نربح أكيد. طيب كان عندكم لعيبة بالمنتخب؟ مزبوط. كيف تحضرتوا للجيم مع اللعيبه بلا اللعيبه؟ كيف كان وضع التحضير؟ ليك صراحه وليد صرنا تحضرنا تقريبا 3 جماع, بس كان لعيبه المنتخب ما كانوا معنا, كانوا مع المنتخب جمعتين واضطروا اخر جمعه يغيبوا بسبب الكوفيد 19 تبع الفريق الاندونيسي. على قد مرنا معنا حوالي 4-5 تمرينات. نحن اخذنا 3 مباريات وديه باللعيبه البنش وكان كل شيء منيح الحمد لله. طيب جود لك كوتش, يعطيكم العافيه. ما بعرف إذا فينا ناخد كوتش داني, كوتش الأنيبال. هلأ عم يعطي تعليماته أكيد. ما بعرف إذا فينا نقطعه, ما يمكن فينا نقطعه هلأ. مثل ما قلت لكم جيم, خلينا نشوف إذا أنيبال رح يقدروا يعزبوا. تفضل تفضل تفضل. يعطيك العافية أول شيء. الله يعافيك. أهلا فيك. خبرنا شوي عن صعوبات نادي أنيبال السنة, ما مثل ما أنتم بدكم إياه, بعد ما ربحان ولا جيم. شو التحديات اللي واجهتوها وكيف تكون تحلوها وشو رأيك بجيم اليوم؟ يعني التحديات هي كانت عارفينها من الأساس, أنه نحن تأخرنا شوي لنعمل لحتى صار في إدارة جديدة لحتى نقدر نعمل فريق يكون مثل ما نحن بدنا إياه بالمقومات اللي نحن بنحب تكون موجودة, لأنه كان كل اللعيبة اوريدي ارتبطوا وقلنا ماشي الحال بنشتغل على مدى أطول على سنتين. السنة هاي بالموجودين يلي هن أغلبيتهم ناشئين واللي هن يعطيهم العافية الشباب عم بيكافحوا عم واحد, بس نحن كنا عارفين إنه هذا المستوى. كتير منهم أهل زحلة, اغلبيتهم زحالي. هلا نحن يعني طموحنا للمستقبل السنه القادمه لنحسن وضع الفريق على اقله, يعني اذا بنقدر نعمل ارتباط مع اللاعبين الزحالي اللي عم يلعبوا مع الفرق اللبنانيه, هون بيتهم واهلهم وكل شيء, وبعدين بيحسنوا وضع الفريق. مين في لعيبه؟ خلينا نقول مثل مين في لعيبه؟ عندك نعيم رباي, عندك ولاد بخرس اثنين, عندك ايلي شمعون, عندك جورج شويري, أو كلهم أنيبالية مش بس حالة, كلهم مدربين بأنيبال, والشباب كمان عم ياخدوا خبرة السنة الماضية والسنة عم يكتسبوا خبرة, وأكيد هذا الشيء أنت لعيب وبتعرف قديش الخبرة ضرورية, قديش خبرة مهمة بالواحد. هلا بالنسبة للموسم هيدا يعني نتأمل أنه بعد في عنا جيمات فينا نربحها ونضلنا موجودين بالدرجة الأولى لحتى نكمل الخطة يلي نحن ابتدينا فيها من الأساس. وبالنسبة لجيم اليوم إن شاء الله بالتوفيق للفريقين. الحكمة إلهم بتعرف, زحلي إلهم محبة هيك إلهم, ما بعرف إذا حالني بيحبوا نادي الحكمة. لا إن شاء الله تعطوا مستوى حلو أكيد. هني على الورق أحسن منكم, إن شاء الله تلعبوا ماتش كبير ويكون ماتش حلو للجمهور. تانكيو. لعبنا مرة فريندي جيم معهم قبل البطولة ولا ظلوا الشباب هني وياهم يعني على 2 كورتر كان هيك المستوى متقارب. ان شاء الله يكون جيم حلو هذا المهم. يلا يا رب. ثانك يو. يعطيك الف عافيه
وانت ويعطيك الف عافيه حقيقه. انت عم تبيضها يعني. تسلم تسلم كلك زوق. تسلم اس بي اي صوت بيروت انترناشونال وكل الشباب المخرج والشباب كله عم يشتغلوا شغل بعقد. انيبال باللون الابيض، الحكمه باللون الاخضر مشاهدينا. ستارسز بالفريقين عندنا بشاره سابا، بطقه غسان بطقه، محمد طرفه، كريس معلوف وطارق متري. عم نحكي اكيد عن نادي انيبال. بالنسبه للرياضي عزيز عبد المسيح، مارك خويري، كريستوف خليل، علي مزهر وجاد بيطار، هن ستارترز بفريق الحكمه. خلينا نشوف اذا انيبال اليوم رح يعمل شغل مع فريق الحكمه ويضايقه وبركي بيربح، ما حدا بيعرف. اخر شيء ارضه وملعبه، لنشوف اذا في مفاجاه. كوتشز اثنين، داني عموس هو مدرب انيبال وجو غطاس هو مدرب الحكمه. حكامنا الثلاثه اليوم مروان ايغو بولس ايم وسيرجيو كساب. جامبول غسان بطقه وجاد بيطار. جامبول بتروح عند معلوف، متري معلوف كمان بتروح عند متري. غسان بطقة، بدك تطلع على السلة يا غسان. سكرين لمحمد طرفي، ستة على الشوت كلوك، بدكم تأخروا، تأخرتوا. غسان بدك تشوت على البزر، بحطة أول نقطتين بالجيم لغسان بطقة على البزر. عم يلعبوا زون، عم يلعبوا زون، مبلشين الجيم بزون ديفنس. عم نحكي عن انيبال بيقطع الطابع على الاوت، ستة على الشوت كلوك. تو وان تو زون، حلوة كتير هاللعبة، ما بحطها تحت السلة. كريستوف خليل بتروح عند معلوف، كريس غسان لكريس، اوت تون اوفر. مزهر لا، هلا عم شوف 1-3-1 من الثلاثة. بوبو ما بيحط ريبا على الطرفة، متري طرفة، سابا بدك تطلع على السلة، بدك تطلع على السلة. ما فيك تلعب، ما تخلي، ما تكون ثريت على الباسكت للدفاع يدافع عليك. متري الحكمة مان تو مان، 8 على الشوت كلوك. طرفي محمد لبرا، سابا 2 على الشوت كلوك، على البازر كمان. خلص طابة مع الحكمة، بتصور طابة مع الحكمة، خلص الوقت. مزهر مزبوط وقتها تكون عند بيطار، باس حلو كتير من مزهر للبيطار ونقطتين. مزبوط شو عم يعملوا الحكمة وقت تكون عم تلعب 1-3-1، تلعب باثنين جاردز، اثنين بوينت جارد، واحد على الشمال وواحد على اليمين، وواحد شويط بصير يبرم من تحت على البيس لاين، تحت 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 على الشمال وعلى اليمين، يركض ورا الطابة لا يفضى حدا. غسان بجيب الريباوند، سابا ما بيحط. كريستوف لمزهر، عزيز بول اب، بحط عزيز، 4-2 حكمة. محمد سابا
كريس متري بيقطع كريس كريستوف ما كريستوف بتروح. شوفوا هالفاست بريك شو حلوة. بوبو بيلعب الباس لبيطار ولي اب، هو بيسموه بيطار التريلر، سنتر طويل عم يركض وراهن. محمد طرفي صعبة صعبة بحط الطرفة، أول نقطتين للطرفة، 4-6 للحكمة. كريستوف بياخد الفاول. اوت اوف باونس، ترجع للمسهر، مسهر فاول. بشارة واضح الفاول. تاني فاول على بشارة وفاولين على أنيبال. كريستوف خليل ما بيحط، ريباوند عالي لغسان. شوفوا لبشارة تاني ميل بلوك شوت متري غسان ميد رينج بحط غسان، رابع نقطة له. 6-6 سكور. سلامتك يا غسان. معلي 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 برمت اجرو. تشينج سلامتك. انا بتصورها برمي خفيفة ان شاء الله. بيطار عزيز من ثلاثة، فاول على جاد بيطار. بريس بريس وبيقطع الطابة بوبو على الاوت. لنشوف شو رح يعملوا ضد هالبريس. فول كورت مان متري بيقطع الطابة بتروح عن طرفي. طرفي ستيل بتروح عند المزهر. تاني ميل سريع المزهر بيلعب باس يا تريلر يا تريلر يا جاد بيطار. شغل كتير كبير من جاد بيطار، عم يركض 8-6. ما في انه سنتر بيقعد بيتفرج، بيقعد عمهله. متري بيلعب الباس تيرن اوفر، كمان الشغل كله عم بيكون على الفاست بريك، على الفاست بريك كل الشغل. 10-6 للحكمة. يعني في سلة وحدة كانت لعزيز عبد المسيح بول اب، وسلة من تحت الباسكت كانت لجاد بيطار، وست نقط من الفاست بريك. طرفة صعبة كمان فاست بريك. لنشوف البيطار ورا، هيدي هي بلوك شوت. فاول بقول الحكم. فاول على الديراني ولا اوت؟ اوت. عم بيقول هيدا عم يحتج عليه كوتش غطاس انه صفر فاول الحكم، هي انعطت اوت. كريستوف خليل ووكينج 10-6. لنشوف هالبريس مان بريس
شغل صح، شغل صح، عم بيكون 2 تو 1 على البريس. كان هالنزله باس حلو بيطار كمان، جاد بيطار، 8 نقط لجاد، 12-6. ديراني، محمد طرفي، بول اب، الطرفي بحط رابع نقطة للطرفي. درويش عم يحضر يفوت على الجيم. بوبو، بوبو بول اب كمان، ما بيحط، ريباوند عالي ما بيقدر يحافظ عليها، تب كانت من عزيز بتروح، متري من الثلاثة، متري بحط الثلاثة، هاي أول ثلاث نقط بالجيم، 12-11 للحكمة. عزيز كريستوف بيلعب لجاد بيطار، بلوك شوت من الديراني، فاست بريك تاني ميلي لا كريس معلوف، أول نقطتين لكريس وبيتقدموا نقطة أنيبال. ثلاث دقايق وعشر ثواني ليخلص الكوارتر الأول، أنيبال عم يلعبوا بأول كوارتر. كبرم صح وبلوك شوت كمان من الديراني، باسكت عندك كريستوف خليل مع فاول. ديراني عم يعمل شغل دفاعي عظيم، اثنين بلوك شوتس لهلا، هاي على الريبلاي، هاي البلوك شوت من الديراني، بدك تضب يا كريس، كريس لازم يضب وراه. اند وان، اول ثلاث نقط لكريستوف. بدك توقف بنص الملعب، عم نحكي عن السنتر اللي هو ديراني، ستيل ما بيحط الباسكت، بوبو، بوبو لازم تحطها، عم بيطالب بفاول. بشارة سابا، صعب كتير يا سابا. كريستوف خليل، شوفوا الفاست بريك عم يشتغل شغل عظيم كتير كتير كتير، البيطار عم يركض كتير. وثلاث نقط لعزيز، سبع نقط لعزيز، وخمستاعش 18-13 سكور، خمس نقط بيرجع بيطلع للحكمة. تايم اوت سريع من كوتش أنيبال داني عموس. عموس بدهم ينتبهوا على البريس، عم نحكي عم يشتغلوا بريس كتير منيح على الحكمة، شو لازم يعملوا أنيبال على طول، لازم يوقفوا السنتر بنص الملعب بالبرمة البيضة اللي بتشوفوها، هاي البرمة البيضة بده يوقف هنيك، بده ينتبه من الزون أكيد هنيك، هيدا عطول بيفتح اللعبة، هو في يستلم هنيك الطابة ومن هنيك بيعطي يا شمال يا يمين، يجرب ما يعمل دربل، بيلقط الطابة بيبرم لتاني ميلة، اللعيبة بتركض على الشمال واليمين بيعطي الفاضي، هيك بتكسر البريس، واحدة من الطرق اللي فيك تكسر البريس فيهم. هاي الفاست بريك الوحيدة اللي شفناها ل أنيبال، من تاني ميل عم نشوف كتير فاست بريكس، واللي عم بيساعدهم كتير بالفاست بريكس عم بيكون تيرن اوفر، درويش عم بيكون، جاد بيطار هو اللي عم يركض هو يساعدهم كتير، تيرن اوفر كمان، عم نشوف 1-3-1 زون ديفنس. بتروح عند طرفي لتيري ميل، متري محمد عن جديد،
بفوت على الباسكت محمد صعبة، الريباوند لبيطار، شوفوا كيف عم يركضوا بتاني ميل بسرعة كريستوف خليل كمان على الفاست بريك 20-13. شارة متر من الثلاثة ما بيحط، الريباوند عزيز، ايه بدهم يرجعوا بسرعة بقى من الثلاثة ما بيحط، اوفنسيف ريباوند مع باسكت للبيطار 22-13. يعني عم يشتغلوا كتير منيح على على الـ على الترانزيشن اوفنس، عم نحكي على الهجمة، عم يركضوا كتير منيح على الفاست بريك، بس بنفس الوقت بدهم يرجعوا اسرع انيبال لورا، ما يخلونا هالقد مرتاحين. في طريقة تانية بيقدروا يوقفوا الفاست بريك، انه يعملوا بريشر ثلاث نقط من الطرفة على البازر ما بحطها، بيعملوا بريشر على اللي معه الطابة ما بيعود فيه يلعب باس، وفاست بريك جديد غلط غلط. عم نحكي عن انيبال، ما عم ترجعوا بسرعة لورا، اعملوا بريشر على اللي معه الطابة، عم بيقطع الطابة، ما تخلوه يلعب الباس مرتاح، هيك فيكم توقفوا كمان الفاست بريك. ديراني بفوت ما بيحط 24-13. علي مزهر، عبد المسيح، كريستوف، شو عمل؟ كان لازم يلعب باس لبرا، بتروح عند متري، عن جديد درويش بيلعب لبشارة، اخر 11 ثواني من الكوارتر الاول، محمد طرفي بيوقف على الكليتي، بول اب قصيرة كمان من الكليتي ما بيحط درويش، بيخلص الكوارتر الاول 24-13. يعني باول اذا فينا نقول سبع دقايق من الكوارتر الاول كان عم يشتغلوا كتير منيح، عم نحكي دفاعيا انيبال، بعدين فرقت. يعني كل شيء عم يعملوه الحكمة هو فاست بريك، عم يشتغلوا كتير مريح على الترانزيشن اوفنس، عم يحطوا كل سكور تبعهم من على الفاست بريك على الترانزيشن اوفنس. مثل ما قلنا شو لازم يعملوا انيبال، لازم يرجعوا لورا بسرعة، هيدو واحدة من الفاست بريكس، ومثل ما عم شوف جاد بيطار عم يركض وعم يعمل شغل كتير كبير ب 12 نقطة وحاطت منهم 8 نقط من الفاست بريك، لانه عم يركض ورا، عم بيكون التريلر عم يركض ورا اللعيبة وعم ياخد ايزي لايوبس، لازم يرجعوا لورا اسرع. عم نحكي عن انيبال، الحكمة عم يعملوا كل شيء صح، كل شيء صح بالكوارتر الاول. الانيبال لازم يرجعوا لورا اسرع مثل ما قلنا، او يوقفوا يعملوا بريشر على اللي معه الطابة لما يلعب باس مرتاح. خلينا نشوف شو راح يصير بالكوارتر الثاني. كل اول كوارتر تقريبا عم يلعبوا 1-3-1 زون ديفنس انيبال. الحكمة ما عم يلعبوا كتير سات اوفنس مثل ما قلنا، وبنرجع من عيد ما عم يلعبوا سات اوفنس كتير، لانه عم يقدروا ياخدوا فاست بريكس مرتاح. على السات اوفنس عم يلعبوا صح، عم يلعبوا اثنين جاردية، شوفوا الريبليات، كل ما نحط ريبلي عم تكون فاست بريك. عم يلعبوا سات اوفنس صح، وقت تكون عم تلعب 1-3-1 تلعب باثنين جاردز، ولعيب من تحت بيبرم مع الطابة، والسنترية فيهم واحد تحت واحد فوق، واحد على البيس لاين واحد على الفري ثرو لاين. هلا غيرنا زون 2-1-2، بوبو كليتي ما بيحط، تجي عند المتري، درويش لغسان، غسان عم يلعب على البيس لاين، عن جديد لغسان، غسان ميد رينج ما بيحط، بشارة بجيب الاوفنسيف ريباوند، بتروح عند درويش، تقطع الطابة من بوبو،
مو بفوت على الباسكت، كان عم بيجرب يكبس، كانت لو زبطت بلاي اوف ذا جيم. متري فيك تاني، حلوة كتير، حلوة كتير اذا بتفوت. شوفوا دي اوفنسيف ريباوند من درويش، ما بيقدر يخليها معه. اوت كريس معلوف، بيرجع بفوت محل درويش، سامي درويش. بيطار تبرو مع عند عزيز من ثلاثة، ما بيحط. غسان بطقة، ريباوند، ريباوند ثالث لغسان. محمد متري تسعة شطلك، كمان زون ديفنس بهالوقت. ووكينج بقول الحكم تيرن اوفر. أربعة وعشرين تلتاش. مزهر بيلعب لك كريستوف خليل، نقطتين جديد عم بتكون كتير هينة تحت السلة، الباسكت كمان يعني زون لازم ما بعرف يشتغلوا أكتر يساعدوا بعض. بعدين أهم شيء بالديفنس إنه تحكي مع بعض، يعني عم يجي اللعيب يوصل لتحت السلة ما في كوميونيكيشن، إنه هيدا قطع صار تحت السلة، احكوا مع بعض، تاني ياخدوا يدلوا بعض وين الدفاع. غسان بطاقة اوت تشينج. تنوري اندريه فوت محل بشارة سابا. كريستوف ما بيحط من ثلاثة. عم نحكي واحد من سبعة للحكمة على ثلاث نقط، واحد من سبعة لأنيبال كمان على ثلاث نقط. معلوف لبرا لمتري، تيرن اوفر، فاست بريك، وكمان كريستوف ما بيحطوا. أنا شفت فيها فاول. كريس معلوف بيفوت على الباسكت، تقريبا بلوك شوت من البيطار. بتروح لبرا، باس حلو كتير، كيك اوت كتير حلو. كتير منيح من الحكمة، شفتوا ما حدا عم ياخد ايزي شوت او لاي اب، عم نحكي من فريق انيبال. فاول ووكينج بول حكم. شفتوا دفاع الحكمة، يعني ما بتشوفوا حدا من فريق انيبال عم ياخد ثلاثة مرتاح، ما بتشوفوا حدا عم ياخد لاي اب مرتاح، عم يشتغلوا منيح على الدفاع. وقت يلعبوا مان تو مان عم يعملوا سويتش كل سكرينز على الهاي بوست على الجارديه، كلهم عم يعملوا سويتشات. خلينا نشوف متري لبرا لكريس، كريس بول اب صعبه، اير بول مزهر بيلعب له فاول، باسكت ان لكريستوف خليل، نقطة التاسعة على كريستوف وعنده فري ثرو. شفتوا هاي مثلا وصل لتحت السلة اند 1
10 نقط للخليل كريستوف، 12 نقطة للبيطار. هاي إذا فينا نقول شوطة مرتاحة. حجازي ما بيقدر يلقط الطابع على الأوت، تطلع على الأوت. 29-13 كمان كوميونيكيشن ممنيح، توصل ضربت بالحكم بتضلها بالملعب. درويش لازم يشوت على البزر ما بيحط. مزهر حش موسى حجازي مزهر فاول مزبوط على التنوري، ما فيك تستعمل ايدك هيك، فيك تحط كوعك عليه على اللعيب بس ما فيك تحرك الكوع. مزهر بيطار فاول على غسان، 2 فري ثروز لكريستوف خليل، لا لجاد بيطار. اول فري ثرو ان، ثاني فري ثرو برا 13 نقطة كمان ستيل من بومو موسى. موسى ثلاثة بحط ثلاث نقط. شوفوا البريس كمان ستيل، ثلاثة من مزهر كمان ثلاث نقط. ولعوا الحكمة ولعوا الحكمة، تايم اوت سريع لأنيبال. بريس كتير حلو، اثنين ستيل اثنين ثلاث نقط، بيطلعوا الفرق ل 23 نقطة، 36-13. جاد بيطار 13 نقطة مع 3 ريباوندز، كريستوف خليل 10 نقط مع 8 ريباوندز. اللي فيني اقول لكم اياه انه بتاني كوارتر بعد ما حطوا ولا نقطة أنيبال ولا نقطة، 12 نقطة للحكمة. المشكل دفاعي أكيد عندهم مشكل دفاعي أنيبال، بس عندهم مشكل هجومي قوي كتير، مشكل كتير كبير، ما عم يقدروا يفضوا حالهم لياخدوا إيزي باسكت إيزي شوت. يعني لازم يفكروا بالفاست بريك اكثر، هيك بياخذوا سلات اهين، يفكروا يرقدوا اكثر. يعني خلينا نشوف خلينا نشوف البريس 2 كمان ستيل بس على الاوت من حج موسى رودي 2-2-1 طرفه عد متري متري لبرا لإلي معلوف بتروح ستيل ووكينج 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 على كريستوف خليل. ستة وثلاثين 12-0 هالكوارتر. كمان سليم على الدين على الملعب، محمد طرفي لازم باونس باس يا طرفي، باونس باس كانت للتنوري، بيرجع بيجيب الريباوند متر من الثلاثة ما بتفوت، تبرو ما بتفوت. علي مزهر
بعدنا مثل الثاني كوارتر كله 2-1-2. من الثلاثة ما بيحط هالمرة حاج موسى. شوفوا الريباوند كريستوف خليل، الريباوند التاسع. ووكينج اثنين عم يعملوا بريس، البي زون متري بفوت على الباسكت ما بيحط، عم يطالب بفاول، مسهر من تاني ميل حاج موسى. حجازي مسهر ستيل زتة متري بزتة المتري ما بيحط، اوفنسيف ريباوند كان لي معلوف، اوفنسيف ريباوند للتنوري واول نقطتين بهالكوارتر بعد ست دقايق ونص بحطوها انيبال عن طريق تنوري. سليم علاء الدين ما بيحط، كريستوف معلوف ريباوند عالي، الريباوند ال 11 صاروا. سليم فاول على محمد طرفي. كريستوف خليل 10 نقط مع 11 ريباوند صار، يعني المشكل بدفاع انيبال يلي عم بيدافعوا ورا الثلاثة ما عم يتطلعوا على عم بيكون على البيس لاين. اول فري ثرو سليم برا، ما عم يتطلعوا على السنترية اللي عم بيفوتوا على البيس لاين، عم يتحركوا من تحت السلة يبرموا من ميل لميل، عم يبرموا مثل ما بدهم. سليم تاني فري ثرو برا، كريس معلوف يفوت محل طارق متري. بتروح هلا دبل تيم لازم، زون 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 تيرن اوفر، كان لازم دبل تيم اكثر من هيك. حاج موسى ثلاثه، حاج موسى ايده الشوطه، مين هيدا؟ هيدا 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 إلي جوداني، إلي جوداني أول نقطتين إله بالجيم، ثلاثة قصيرة كانت من إلي معلوف. تنوري مدرينج ما بحط، حجازي لبرا، حاج موسى جازي عن جديد، ايه طلع السلة فيك تشوط، بفوت على الباسكت لحجازي ما بحط، تنوري ريباوند ركضوا، ما حدا عم يركض، بدكم تدركوا تركضوا على الاوفنس، تركضوا ما عم يزبط معكم الست اوفنس، ما عم يزبط، بدك تركض. غسان بطقة بفوت مع بشارة سابا، محمد طرفة طرفة يلعب لغسان، ستيل من بوبو بين اجريه حلوة، بوبو بفوت على الباسكت وبحط بوبو. غسان تنوري بحط، حجازي دقيقة ليخلص الكوارتر الثاني، حجازي باونس باس لسليم، سليم لبرا حاج موسى، حاج موسى بفوت على الباسكت وبحط نقطتين حاج موسى. حاج موسى بس بده تقوية جسم، قوي هالصبي منيح، ان شاء الله في مستقبل ورا ظهره للحاج موسى، عيشوطة عيشوطة بعرف قصيرة. غسان بطقة ريباوند
يلا اوتلت باس سريع وركده طرفه حجبوسه بوبو ستيل لسليم سليم بحط نقطتين اول نقطتين لسليم الي الي معلوف شوفوا عند كريس معلوف تنوري بياخد الفاول اثنين فري ثروز للتنوري اندري تنوري 8 ثواني ليخلص الكوارتر الثاني الهاف الاول مشاهدين الاس بي اي صوت بيروت انترناشونال نحن بزحلي هومنتمن وين اجت الهومنتمن يا وليد نحن بزحلي انيبال زحلي عم يستقبل الحكمة خسران قدامه 17-44 المفارقة انه حاطين اربع نقط بس انيبال بهالكوارتر خمس نقط حاطين بهالكوارتر سليم حجازي سريعة بفوت بيده الشمال سريعة بعد في وقت يا حجازي اندري بيخلص الكوارتر الثاني الهاف الاول 44-18 فرق 26 نقطة مشاهدين الاس بي اي الكوارتر الاول كان 24-13 فرق 9 الكوارتر الثاني 20-4 خلينا نرتاح مشاهدي الاس بي اي خلينا نرتاح الهاف الاول خلص خلينا نحن وياكم نرتاح وبنرجع بنلتقى بالكوارتر الثالث الهاف الثاني من هلا لوقتها بنشوفكم خليكم بتصور الهاف الثاني راح يكون احلى خلينا نشوف
مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدي الاس بي اي صوت بيروت انترناشونال عن جديد. نحن بزحلة، أنيبال عم يستقبل الحكمة وخسران قدامه 18-44، فرق 26 نقطة. ملخص الشوط الأول إذا بدكم، إذا بقدر لخص لكم إياه، الحكمة عم يلعب كتير منيح، عم يلعب فاست بريك، كل اللعيبة عم تركض على الفاست بريك، عم ياخد أكترية النقط عن طريق الفاست بريك. أنيبال عم يلعبوا كتير عاطل على ترانزيشن ديفنس، ما عم يرجعوا لورا بسرعة، ما عم يقدروا يوقفوا الفاست بريك الحكمة الخمس لعيبة عم يركضوا على الفاست بريك، وبنفس الوقت أنيبال ما عم يعملوا ترانزيشن أوفنس، ما عم يركضوا على الفاست بريك، عم بيكونوا كتير باسيف إذا فينا نقول. أنيبال لعب كورتر أول 1-3-1 زون ديفنس، كورتر الثاني 2-1-2 ديفنس، ولعبوا بريس الكوارتر الثاني كتير الحكمة، فقدروا يعملوا ستيلز، اشتغلوا كتير منيح. خلينا نشوف هالكوارتر ستيل جديد اوت على علي مسير. جاد بيطار 13 نقطة مع 3 ريباوند، كريستوف خليل 10 نقط مع 12 ريباوند، 7 نقط عزيز عبد المسيح عم نحكي من الحكمة، أدريتا النوري 5 نقط، غسان بطقة 4 نقط، محمد طرفي 4 نقط، عم نحكي ببلوك شوت من جاد بيطار، عم نحكي عن أنيبال أكيد. طرفي بيعمل ستيل بس أوت. خلينا نشوف شو رح يلعبوا ديفنس هلا أنيبال. زون 2-1-2 3 كريستوف خليل نقطه 13، اول 3 نقط بالهاف الثاني، كمان ستيل من بوبو، بيلعب لبرا عزيز في شوت، بيلعب الاكسترا باس كمان حلوه للبيطار، بيطار ما بيحط بشارة سيبا ضايقه كريس معلوف لغسان بطقة لكريس عن جديد لبشارة متري من الثلاثة، متري بحط 3 نقط، ثاني 3 نقط للمتري، 6 نقط للمتري، عزيز بفوت على الباسكت بلوك شوت من بشارة بسرعة، مزبوط هيدي اللعبة الصح، طرفة فيك حلوة كتير، وصل عمل الشغل كله أوت، عمل الشغل كله طرفة وقف تحت الباسكت فيك وما حط السلة، لازم تحطها يا طرفة، شوفوا جامب ستوب، عمل كل الشغل الصح، كان لازم يحطها. غسان بطقة متر من الثلاثة ما بيحط، طارق ريباوند للبيطار، كريستوف بوبو بفوت بسهولة على الباسكت وباسكت حلوة كتير هالدنك يا بوبو، بيسلاين ودنك، كمان بوبو ما بتفوت. غسان عم يلعب على بظهره على السلة ما بيحطها، فاول اثنين فري ثروز للبيطار، عشر نقطة مع 4 ريباونز للبيطار، أول فري ثرو برا، تاني وحدة
ان. بفوت طرفي على الباسكت ووكينج بول الحكم. مزهر للبيطار، بيطار بايده الشمال بياخد الفاول واثنين فري ثروز للبيطار. ان اثنين من اثنين، 53-21. بشارة لبرا، كريس ما بيحط، بشارة بيجيب الريباوند، لا توصل على كريستوف عن جديد، اوت على بشارة. طابة مع الحكمة، 54-21، 10-3 هالكوارتر للحكمة. بوبو لبرا، بيطار ميد رينج ما بيحط، كريستوف بيجيب الأوفنسيف ريباوند. عبد المسيح، عبد المسيح بفوت على الباسكت، حلوة كتير الفلوتر، بيعليها عبد المسيح، نقطة التاسعة وعنده فري ثرو. عزيز عشرة لعزيز، 57-21، 36 نقطة الفرق. بشارة بفوت على الباسكت ما بيحط، تب من ديراني ما بتزبط، علي مزهر، عبد المسيح بحط نقطة 12 ورا بعض، عبد المسيح سلتين، خمس نقط ورا بعض. طارق متري لكريس، بشارة لبرا، محمد ديراني بيرجع بيجيب الاوفنسيف ريباوند وكمان اوفنسيف ريباوند، بياخد الفاول، اثنين فري ثروز للديراني. رامي بوتانوس، ليه سميته سامي درويش انا باول هاف لرامي بوتانوس؟ تسعة رامي بوتانوس، اول فري ثرو ان. سامي درويش واحد رقمه، سامي خيو صغير لدرويش بالمنتخب. اثنين من اثنين، اول نقطتين للديراني. سيرجيو درويش خيو الكبير، كريستوف بياخذ سكرين، كريستوف ورا ظهره بياخذ الفاول من الديراني، الفاول الثاني على ديراني. مزهر غير أمان، أنيبال، كريستوف فيك بول أب، بحطها حلوة كتير هالبول أب على البصر، حلوة كتير هالبول أب يا كريستوف. 15 نقطة مع 15 ريباوند لكريستوف خليل، وبعد فيه 5 دقايق ليخلص
الكوارتر الثالث ما بيحط طارق بوبو التب من ما بيحط كمان جاد بيطار بس شوفوا قد ايه عم يركض البيطار فاست بريك تاني ميل لطارق متري طارق بحط ضغطين 8 نقط لطارق واحد وستين خمسة وعشرين مزهر ثلاثة ما بتفوت بيطار بيجيب الريباوند عند بوبو ورا ظهره للمزهر عزيز ستيل بتروح بشارة كمان بوبو بيعمل ستيل كريستوف خليل باونس باس حلوة كتير حلو كتير هالباونس باس من كريستوف خليل ونقطتين جديد لعزيز عبد المسيح 14 نقطة لعزيز عم يطالبوا بفاول بنش أنيبال كريستوف خليل ايه ما تفكر فيها ما بحط كمان كريستوف خليل كمان كريستوف خليل ما بحط تايم اوت أكيد تعليمات كوتش داني حموس وكوتش أكيد جو غطاس حكمة بتصور الحكمة هلأ لازم مثل ما عمل بالكوارتر الثاني لعب الشباب الصغيرة يعطيهم خبرة ويريح ال الأساسية جيم مرتاحين فيه فرق 40 نقطة صار كد دقايق و40 ثانية ليخلص الكوارتر الثالث وبرس مثل ما عطول عم يلعبوا 2-2-1 شوفوا الدبل تيمات ديراني ما بحط وصل تحت السلة وما حط هيدي وحدة من الشغلات اللي منيحة بالميدرينج ما بيحط البيطار اوفنسيف ريباوند لحاج موسى يعني وقت تعمل بريس مش بس لتقطع الطابة لتأخر الهجمة ما بقى عندهم وقت كتير انه ليعملوا الاوفنس يعني بصير بدل ما يكون عنده 15-16 ثانية ليعمل الاوفنس بصير عنده 8 او 7 ثواني ليعمل الاوفنس سلامته لغسان بطقة عم بكبرم كاحلو او ياخدوا اتمت سريعة هاي البرس يا بك تخلي الفريق التاني ياخد اتمت يا بتقطع الطابة هيدا احسن اوبشن يا بتخلي الفريق التاني ياخد اتمت سريعة اوبشن تاني اوبشن تالتي بتقطع وقت قد ما فيك يعني بضل عنده 8-7 ثواني ليعمل الخطة يعمل السات بلاي تبعه ما بقى عنده وقت بيصير مستعجل ما في تركيز لا يحطوا السلة بقى وعم يشتغلوا كتير منيح عم نحكي عن الحكمة على البرس برس عم بذكركم عم يلعب 2-2-1 واحدة من اثنين اوفنسيف ريباوند للديراني بيلعب لبوتانوس متري لبرا بوتانوس من الكلاتي ما بيحط ديراني تب لبرا بوتانوس لبرا بشارة عن جديد
كوتانوس لبرا، معلوف كريس وصلت على السلة يا معلوف، لشو تنزلها أساسا شوطة من برا. بوبو حج موسى ستيل، شفتوا قديش يعني هاي فاست بريك لازم تكون مرتاحة، لازم تكون مرتاحة، لازم تكون 3-1 بدكم تركضوا. بشارة بفوت على الباسكت، بيوصل على الباسكت وما بيحط. طابة بتضل مع أنيبال. الداني الداني وحجازي بشارة بفوت على الباسكت ما بيحط. انتبه كام عم بدافع عليه حج موسى. بوبو ستيل ستيل، دفاع كتير منيح من بوتانوس. رامي شوف الدبل تيمات، هاي كريستوف كان لازم يعمل دبل تيم من ميلة تحت. متري لبرا، معلوف ثلاثة ما بيحط. ريباوند لبوبو، فاول عرامي. 65-26 دقيقة و20 21 ثانية ليخلص الكوارتر الثالث. أول فري ثرو لبوبو إن. تاني برا، 9 نقط لبوبو. رامي بياخد سكرين. رامي لبرا لمتري. رامي 5 على الشوت كلوك بيلعب باس باونس باس حلو، بياخد الفاول كريس معلوف. هيدي الحركة باقي اللعيبة، عمل قطع الباسكت قدر يستلم الباس ياخذ الفاول كريس معلوف. الطابة مع أنيبال. رامي صعبة يا رامي، صعبة صعبة، بتضل مع 3 متر ما بيحط. طارق بجيب الريباوند. رامي تنوري كريس معلوف. صعبين يا خيي، صعبين يا خيي، صعبين يا كريس. عم تعمل ستيبس من برات الزون، عم تعمل ستيبس برات الزون. وقف شوت، كان عندك شوطه فاضيه، شوطه اهين ما تفوت، بدك تفوت على الباسكت، بدك تفوت تقرب على الباسكت قد ما فيك، ما تعمل ستيبس ومن برا. الداني ما بيحط. متري لرامي، 5 ثواني 4 ثواني ليخلص الكوارتر الثالث. رامي بشوط صعبة ما بيحط، بيخلص الكوارتر الثالث 66-26 40 نقطة فرق هالكوارتر، 22-8 يعني قديه بدي قلكن عم بيكونوا عطلين، عم بيكونوا كتير عطلين. عم نحكي عن أنيبال على الأوفنس 13 نقطة بأول كوارتر، 5 نقط بتاني كوارتر، 8 نقط بتالت كوارتر، كتير عطين عم بيكونوا على الأوفنس. قد ما يكون دفاع الحكمة منيح مينيموم لازم تحط 15-20 نقطة. هيدا إذا عم نحكي إذا ما عم تلعب منيح على الأوفنس مينيموم لازم تحط 15-20 نقطة أقل فريق. يعني قد ما اشتغل منيح على الدفاع الحكمي لازم تحط مينيموم 15 نقطة بالكوارتر. عم نشوف بالكوارتر الثاني 5 نقط، بالكوارتر الثالث 8 نقط، بالكوارتر الأول 13 نقطة. 26 نقطة بالثلاثة كوارترز كتير عطلين للهومنتمن لأنيبال هجوميا.
هذا ما عم نقلل من شغل الدفاع على الحكمة، بس فريق عم يلعب بالدرجة الأولى ما لازم يكون عنده هال النقط القليلة. هلأ فات درويش، سامي درويش هلأ فات على الجيم. حجازي، حجازي فيك بفوت على الباسكت وبياخد الفاول من تنوري. اثنين فري ثروز لحجازي. اول فري ثرو ان، يعني حجازي بهيدي اللي اب كان وصل على السله، رجع نزل الطابه ورجع طلع، خلص طلع وصلت سته. 2 من 2 للحجازي، اول نقطتين له بالجيم. تنوري فاول، سليم، سليم تاخر تاخر ليوصل ليعمل الديفنس، يعني عم يعملوا بريس، كل واحد بيعرف وين محله. متري بفوت على الباسكت، ما بيحط، بيجيب الاوفنسيف ريباوند، ما بيحط، ديراني بيجيب الاوفنسيف ريباوند، بيعمل فاول، فاول على حج موسى. اوت اوف باونس سيرجيو، مش سيرجيو، درويش قصدي، سيرجيو خيو. متري بفوت على الباسكت، بيلعب لبرا، تخلص 24 seconds بيخلصوا. بوبو سليم بيلعب باس حلو للداني، فاول، هاي فاست بريك بتنعاد اذا فينا نقول للتنوري. اثنين فري ثروز لاندري تنوري. اول فري ثرو ان، تاني فري ثرو كمان ان، سبع نقط للتنوري. 68-28 تنوري بفوت محرامي بوتانوس. حجازي لبرا لسليم، سليم بفوت على الباسكت، بيلعب للداني، انا شفت فيها فاول. تاني ميل سامي درويش، تيرن اوفر لتيري ميل للدا بس اخذ نقطتين هينين. 70-28 محمد طرفي بحط ثلاث نقط، طرفي واحدة بوبو اوفنسيف فاول، فاول على الداني. ما له حق يتحرك هو عم يعمل سكرين، بسم الله جتتك كبيره، وقف خليه يفوت فيك بلا ما تتحرك. محمد لبرا التنور، درويش شوطة يا درويش، شوطة يا درويش، شوطة، وصلت على الباسكت.
جيزي سليم لبرا عن جديد لسليم، سليم ثلاثي ما بيحط بياخذ الفاول، ثلاثي فري ثروز لسليم، هاي ما لازم ينعمل فاول، نط حده ضايقه ما تعمل فاول. كريس معلوف بيرجع يفوت على الجيم، مايكل صدقه بيفوت على الجيم. بذكركم انه مايكل صدقه مايكل صدقه صار معه كورونا وقعد فتره بالمستشفى كوما اذا فينا نقول، والحمد لله على السلامه. عم نشوفه على الملعب، هيدا شيء كثير حلو نرجع نشوفه على الملعب. يعطيك العافيه يا مايكل، الله يقويك والله يكون معك ومع كل حدا بيصير معه كورونا وبيتضايق. اثنين من ثلاثة لسليم عن الفري ثروز، أربع نقط لسليم. كمان بذكركم كوتش غسان سركيس مرق بظروف صعبة كتير مع الكورونا. بقوتهم ان شاء الله الكل يكون قوي ويتغلب على المرض. ثلاث نقط من سبعة لسليم و75 31. متري لبرا للمعلوف ثلاثة ما بتفوت. ديراني بجرب يجيب الاوفنسيف ريباوند ما بيقدر. تاني ميل شوفوا لوحده، هيني هيني هيني، ما حدا عم يرجع لورا. ما بدهم بهدله هلا، انا برايي بدهم بهدله بيج تايم. هيدي مش قصه فريق احسن من فريق او فريق عنده انه اقوى لعيبته او شيء، لا هيدي في قصه مش تنبلي بس مش كل واحد عم بحط كل شيء عنده على الملعب. حجازي ستيل من معلوف لتاني ميل للطرفة، محمد محمد بيفوت على الباسكت ما بيحط. كريستوف خليل اللي ما لعب بهالكوارتر 16 نقطة 15 نقطة مع 17 ريباوند، أكثر لعيب حط بالجيم جاد بطار 16. ديراني بحط الديراني، أربع نقط للديراني مع 9 ريباوند. خمس دقايق ليخلص الجيم، ستيل معلوف ثلاثة كريس ما بيحط. بوبو فاول، اثنين فري ثروز. لا الحكمة عليهم، الحكمة بالفاول ترابل. أنيبال بعد ما صاروا بالفاول ترابل. اوت اوف باونس. حجازي صدقة، موف حلو من الصدقة ونقطتين حلوين من الصدقة. حلوة السلة يا صدقة. تركي
طرفة لديراني بيقطعها حج موسى. حج موسى بفوت على الباسكت بيحط الحج موسى. بده الفاول. لا وبده الفاول كمان. ثلاثة. ما بيحط التنوري. حجازي فاول. أنا برأيي فيها في لعب فير بلاي من هلا. ثلاث دقايق و35 ثانية. لا يخلص الكوارتر الرابع والجيم 81-33. حجازي اثنين فري ثروز. اول فري ثرو ان. تاني لا. ثلاث نقاط للحجازي. كريس لتاني ميل. محمد متر كليتي. متر بحط ثلاث نقاط. 11 نقطة للمتري. تبرم سليم من الثلاثة. سالم ما بيحط. كريس معلوف يفوت على الباسكت بياخد الفاول على سليم. لا سليم بعلي ايده بس الفاول على سالم. صالح مش سالم. صالح براين صالح. اول فري ثرو ان. تاني فري ثرو ان. رابع نقطة للمعلوف. 82-38. حج موسى بيلعب لصدقة لبرا لصالح. صالح صعبة. حج موسى بيجيب الأوفنسيف ريباوند. برافو يا حج موسى. حلو الأوفنسيف ريباوند. تكنيكال فاول يمكن على حج موسى ولا عم يحكي الحكم؟ لا عم ينزلوا. رودي حج موسى. حداشر نقطة لرودي. كريس لبرا طرفة فيك ستيل من حجازي. حجازي بفوت بايده الشمال ما بيحط. كمان حج موسى بجرب يجيب الاوفنسيف ريباوند. فاول على حجازي ما بتتصفر. ديراني دقيقة و45 ثانية لا يخلص الجيم. متر ثلاثة كمان ثلاث نقط. رابع ثلاث نقط للمتري. 14 نقطة لمتري. 41-84. 43 نقطة الفرق. حجازي لبرا لصالح بعيدة. ديراني ريباوند. حج موسى كمان بياخد الفاول. شغل كتير منيح دفاعيا لفريق نادي الحكمة. حج موسى بياخد الفاول واثنين فري ثروز.
ان اول فري ثرو. تاني فري ثرو كمان ان. 13 نقطة لحاج موسى. رودي إلي معلوف. حجازي ورا ظهره ما بيزبط الباس بتضلها مع حاج موسى. 40 ثانية ليخلص الجيم. بفوت حاج موسى على الباسكت وبيحط لحاج موسى بيحط 15 نقطة لحاج موسى. متري بيده الشمال ما بيحط. كمان بتروح عند حاج موسى. بيلعب فير بلاي حاج موسى. هيك بيخلص الجيم مشاهدين الاس بي اي 88-41 47 نقطة فرق. 47 نقطة فرق لا الحكمة. هون عم نحكي نحن بملعب الانيبال بزحلي. جيم كتير منيح لجيم كتير منيح للحكمة وكتير عاطل كان لأنيبال زحلي. خلينا نشوف بركي بنقدر نحكي مع جاد بيطار. جاد عم ناخد الإذن إيه لنحكي مع الشباب. شو ما بتساع هون؟ دقيقة يا زلمة لنقرب لك الطاولة خيي ها؟ زبط جاد يعطيك العافية. ثانك يو. جيم كثير منيح لكم الحكمة بس جيم كثير منيح حلو لك لأنه عم شوفك عم تركض عم تكون أول واحد على الأوفنس أول واحد على الديفنس. استفادوا منك كثير بالفاست بريك قدرت تاخذ إيزي لاي أبس. شغل كثير كثير منيح كان للحكمة. ثانك يو. بس بينوا إنه كتير ضعاف قدامكم انيبال. شغل منكم ولا هني عاطلين؟ ليك نحن صراحه بهالبريك اللي اخذناها تبع المنتخب كوتش جو يعني ركزنا على التمرين كتير هالعشرين يوم استفدنا. انا اي جوت باك ان ماي شيب وعم بتحسن شوي شوي اكثر. بسم الله انا كنت بشوفك هيك معبى هيك فلافي. لا كله ما هذا سو كتر خير الله رجعنا على اللعب اللي نحن بنقدر نعمله. اكيد انيبال عملوا قد ما فيهم. الله يوفقهم ان شاء الله بيقدروا بيتحسنوا اكثر بعد. و ثانك يو على كل شيء يعني الجيم طيب كان كثير منيح. عم نحكي بثاني كوارتر وثالث كوارتر حاطين خمس نقط وثمان نقط انيبال. هلا دفاعكم كان كثير منيح وكثير اوقات لعبتوا بريس بالاول 13 نقطه وبالرابع حاطين 15 نقطه. صح. بالرابع اكيد تغير الوضع لان كلكم ارتحتوا هيك. صح. وليد نحن عم نتمرن كنا على البريس كل هالفتره وهلا هيك حبينا اليوم نعمل مثل براكتس مع الشباب اللي كانوا على المنتخب نرجع نلقط بعضنا نرجع نركب هالكيمستري اجين مع بعضنا. وعن جد كانت منيحه لنا وهوبفلي هلا عم حضر ثلاث جيمات جايين رح يكونوا قويه ان شاء الله نتوفق فيهم. هيدا الشيء كثير بتاثر علينا بالترتيب اللي تبع البطوله. يعطيكم العافيه. كم you. كيلو نازل صراحه؟ صرت 102 هلا كنت 106 اول البطوله. 4 يعني كيلو 4 كيلو بس يعني التمرين اكثر كتيم باكن شيب مع الوزن. يعطيك العافية. Good game. خلينا نحكي مع كريستوف خليل. اليوم مش حاطط ديب هيت. ما شو؟ مش حاطط ديب هيت اليوم. ما حاطط ديب هيت. يعني اليوم مريحك. في شو اسمه؟ كريستوف جيم كتير حلو لكم اليوم. مثل ما سألته لجاد خليتوني يبينوا كتير عطلين. لا. بس انتو كمان البريس اللي عم تلعبوا بريس 2-2-1 يعني حتى وقت الصغار الشباب الصغار عم بيفوتوا عم يلعبوا بريس كتير منيح. يعني في تركيبة فريق عم بتكون. احكيني شوي عن الفريق لانه انا شفته بهيدا الجيم. مزبوط جيم هين بس كتير فريق محسن عن قبل. حتى كنتوا عم تلعبوا منيح بس اليوم محسن اكتر. ليك اول شيء الاحترام الكامل للفريق الانيبال. تاني شيء نحن بتعرف نحن ثلاث لعيبة كنا بالمنتخب. يعني الشباب ما وقفوا تمرين كل يوم كانوا عم يتدربوا كابسين تمرين. الكوتش والكوتشينج ستاف عملوا شغل كتير رائع
تيخلوا الفريق متجانس مع بعض ويعني تيضلهم بالبست شيب تبعهم. ومثل ما قلت كنت عم تحكي عن جاد بيطار, جاد بيطار كان اول سيزن غير عن هلا صح. هلا رجع على مستواه وبعد حنشوفهم الله راد عم يتحسن اكثر واكثر. ونحن رجعنا على التمرين وقت خلصنا المنتخب ويعني الشباب كلها بوجه لهم تحيه والكوتشنج ستاف عملوا المستحيل تدغري فوتونا بالجو ودغري نقدر نتجانس نرجع معهم. ونحن قد ما محمسين رجعنا يعني شفت يعني النتيجة يعني بكل يعني أوفنس عم تبرم طابتنا حلوة على الديفنس يعني عم نقاتل كلنا تيم واحد يعني. وإن شاء الله يعني لقدام هيك منضلنا لازم إن شاء الله. كريستوف الجيم اليوم عم شوف كل شيء عم تعملوه منيح على الفاست بريك, يعني عم بيكون الاوتلت باس اللي عم يلقى الطابة عم يلعب لعلي مزهر او لمين مكان عم تركدوا كل الفريق هن الترانزيشن ديفنس تبعهم عاطل عم بيكون ولا مثلا ضد غير فرق رح تقدروا تاخدوا فاست بريكس لانه انتو سريعين كلكم. انت من مال جد بيطار عم بيكون كتير صح. سريع بوبو سريع, علي مزهر عم بيقطع الطابة بسرعة, يعني رائعين عم تكونوا على الفاست بريك. هن على الديفنس ترانزيشن ديفا عم بيكونوا عطلين ولا انتوا عم بيكونوا سريعين, واللي بده يلعب ضدكم مره تانية يعني اذا بده يحط بريشر على الجارد ليوقفكم, يعني في حل من اثنين, يا بده يرجعوا لورا بسرعه يا بده يحطوا بريشر على الجارد. هيدا ما عملوا اثنين, ما عملوا انيبال ضد فرق تانية, شو راح تعملوا؟ ليك نحن اول المتوشه اول السيزون اول ماتشين ثلاثه كنا ما كتير عم نركض فاست بريك, كنا دائما عم نعلق على هالنقطه انه كل نقطنا على السيت بلاي عندنا بركه بكل الجيم يطلع لنا مثلا اربعه او ست نقط بس من الفاست بريك which is شيء كتير قليل ونحن منتعب وما منتعب ضدنا صح. آخر ماتشين وآخر تمرينات المؤخرة ركزنا كتير على هالنقطة, الكوتشينج ستاف ركزوا كتير على هالنقطة وبلشنا نتعود أكتر وأكتر نركض والحمد لله بينت اليوم يعني قدرنا نترجمها على أرض الملعب. يعني أكيد يعني هي بروسس بدها وقت يعني بس أوكي. لا إن شاء الله لازم ماتش على ماتش نركض اكثر ونتحسن اكثر لانه انت بتعرف يعني هو ايزي بوينتس يعني بترتاح انت وبتريح الفريق كله أكيد. يعني بقى أكيد. هيك ثانك يو فيري ماتش كريستوف, يعطيكم العافيه. جيم كثير حلو كان من قبلكم, نشوفكم هيك بالجيمات الجاي ان شاء الله. مشاهدي الاس بي اي خلص الجيم اليوم 88-41 47 نقطه فرق للحكمه. زمطوا الحكمة من برد أنيبال زحلي, من برد زحلي اجوا بوقت الطقس ما في تلج ما في كذا, بعد شوي الطقس بارد شوي بس محمول, قدروا يربحوا 47 نقطة وجيم حلو كتير لنادي الحكمة. كتير عاطل بدهم شغل كتير أنيبال, بدهم تفرفك دينين هلأ للعيبة كلها ويشتغلوا يقاتلوا أكتر يردوا أكتر. مش مهم إذا خسرت أو ربحت, بس مهم الطريقة اللي بتخسر فيها, تحط كل نقطة عرق على الأرض, تعمل المستحيل يلي بتقدر تعطيه بالملعب, هيدا أهم شيء. بعدين إذا خسرت منا كارثة, بس حط كل شيء عندك على الملعب. هيدا ما شفته أنا من نادي أنيبال. مشاهدي اس بي اي بكرة 7:30 راح يكون بمزهر الهومنتمن عم يستقبل بيروت بجيم كمان. الهومنتمن ما عم يلعب باسكت حلو, بيروت عم بيكون من احسن الفرق. خلينا نشوف الهومنتمن شو بده يعمل بكرة. مبدئيا عنده افضلية بيروت, بس خلينا نشوف شو راح يصير بكرة. ما بتعرف مفاجآت شو بيصير. خلينا نشوف بكرة, انطرونا مشاهدين الاس بي اي, مشاهدين صوت بيروت انترناشنال. جيم جديد بكرة الساعة 7:30, لوقتها باي.